Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak MDTI ATP Kimasudra. Kembali pada pagi hari ini kita menghafal surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Furuj kepada dapat Allah dan Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladhina yaqtalu wa lan yastawfun yaqaluhum awajanuhum yusurun ala yajunu ulaika annahum mabusun yawmin azim yawma yakumu an-nasu rabbil alamin kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma lil mukazzibin الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب إلا كل مبتل نسيم يتلى عليه آياتنا قول ساتر الأولين كلا والرون على قلوب ما كان يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب إلا كل مبتل أثيم يا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل رأنا على قلوب ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يسأله المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تغرب في وجوههم نضرة النعيم يسعون إن رؤيكم ماتون ختام مسكون بذلك فلتنافس المتنافسون مزاجه من تسنيم أين يسلك المقربون الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يتقون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهون وإذا رأوهم قالوا إنا هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يتقون على الأرائك ينظرون تقرب في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رؤيكم مطون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم أين يسلك المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يتقون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهون وإذا رأوهم قالوا إنا هؤلاء لضالون وما أرسل لهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يتقون على الأرائك ينظرون تغرب في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رؤيكم مطون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم أين يسلك المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يتقون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهون وإذا رأوهم قالوا إنا هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل أصيب الكفار ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إثم عليها قعودا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيدا الذين فتنوا المؤمنات ثم لم يتوبوا فلما جاءوا جهنم جاءوا الحريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن فضل ربكم لشديدا إنه هو الوليد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فامر لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون ثمود فللذين كفروا في تهذيب واللوم ورهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ لقى الله العظيم.